بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم من بيت الله الحرام، بيت ملك الملوك، هذه الكعبة المشرفة المطهرة. أحباب إخواني في الله، التي أحباب إخواني هي التي هي مقصد الناس، أحباب إخواني في الله، من كل فج عميق، كما قال ملك الملوك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنه بيت الله أيها الأحبة، إنه بيت ملك الملوك يا أحبابي، الذي ما قصده قاصد إلا ووجد ما طلب. أي والله العظيم، إنه بيت الله الحرام أيها الأحبة في الله. هذا البيت الذي أحباب إخواني في الله مقصد الناس أجمعين، يقول فيه الله رب العالمين، له عدة أسماء يا أحباب إخوان في الله، منها أيها الأخيار قوله تبارك وتعالى أنها هي أم القرى مكة عن بكرة أبيها، قال تبارك أحباب إخوان في الله عن أم القرى أحباب إخوان في الله، وكذلك سميت كذلك البلد الحرام، نعم كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك هي البلد الأمين يا أحباب إخواني، كما قال ربنا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال الله تبارك وتعالى عنها بأنها مكة وبكة، قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إنه بيت الله تبارك وتعالى، إنه فيه الهداية وفيه الثبات وفيه الإيمان، منبع أحباب إخواني في الله. الدعوة قد انبثقت من هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف هنا صلوات الله عليه، طاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما من نبي إلا وطاف بالبيت، ما من نبي إلا وطاف بهذا البيت الكريم أيها الأحبة في الله. آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام، نوح عليه السلام، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصا موسى وعيسى عليهم السلام. إنه بيت الله رب العالمين، فيه من الفضائل وفيه من الخير، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فهو آمن أمنه الله رب العالمين. نعم، إنه بيت الله يا أحبابي. وكذلك فيه من الفضائل أن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه يا أحباب إخواني في الله. أي والله، انظر إلى الكعبة ببهائها وجمالها وجلالها أحباب إخواني في الله. ما أتى آت إلى هنا أحبابي إلا واستشعر بعظمة هذا البيت، لأن عظمة هذا البيت أحباب إخواني في الله لأنه بيت الله رب العالمين، والبيت الذي اختاره الله بدون شريك له في الاختيار جل وعلا أحباب إخواني في الله. إنه بيت ملك الملوك، ما قصده قاصد كما قلنا إلا وكان عند مقصده. أيها الأحبة في الله، هذا البيت له ذكريات وحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه البيت الذي نشأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم، كان هنا. تذكرون يوم أن كان يخرج الجد عبد المطلب بوسادته عند هذا البيت، ويخرج الأعمام أي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت توضع لعبد المطلب هنا أحبابي وسادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيجلس عليها، فكان عبد المطلب يقول: إن لولدي هذا لشأن عظيم، أي يقصد النبي محمد. هذا البيت الكريم يا أحبابي إخواني في الله، بيت ملك الملوك. انظر يا حبيبي وأخي في الله إلى قول مولانا تبارك وتعالى في كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أولا هو مبارك، وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. نعم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. الكل آمن هنا، الطير آمن هنا، الناس يا أحبابي في أمن هنا يا أحبابي إخواني. وكذلك من خصائص هذا البيت أنه يا أحبابي إخواني في الله جعل الله الخير يساق إليه سوقا أيها الأحباب إخواني. قال مولانا تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، جعل الأفئدة تهوي إليه، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم واستجاب دعوته، فقال الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجاءت الأفئدة من كل مكان. أي والله يا أحباب إخواني، ما من راء قد رأى هذا البيت إلا وقد استشعر بعظمة هذا البيت. والله بعض من أحبابنا وإخواننا وآبائنا إذا رأى الكعبة هذه التي هي معنا أيها الأحبة إخواني في الله، التي الآن نحن
أمامها فضل الله رب العالمين، يراها تجد الدموع قد سالت على خديه، تجد الانفعال وتجد، فكيف من وقف أمامها؟ أحبابي إخواني، إنها أحباب الكعبة، أحبابي هو بيت يا أحبابي إخواني في الله. أول ما وضع من حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، سيدنا معاذ قال يا رسول الله أي البيوت أول؟ قال أو سيدنا أبي ذر. أيها الأحبة في الله، حينما سئل النبي أي البيوت أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله أي المسجد الحرام. قال المسجد الحرام، ثم قال وثم أي؟ قال له المسجد الأقصى، أو كما قال النبي محمد. بمعنى أيها الأحبة في الله، أننا الآن بفضل الله رب العالمين في أفضل بقاع الدنيا. نعم، والله تبارك وتعالى شؤون، يفضل ما يشاء على ما يشاء. ففضل الله تبارك وتعالى الأنبياء، فجعل إمامهم وكبيرهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضل الناس قاطبة من آدم إلى عيسى عليه السلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وفضل الله تبارك وتعالى الشهور بعضها على بعض، فأفضل الشهور قاطبة شهر رمضان. نعم، وفضل بعض الليالي بعضها على بعض، فجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وفضل بعض الأيام بعضها على بعض، ففضل أيام النحر، نسأل الله أن يبلغنا الحج، أفضل الأيام. وكذلك فضل بعض الأماكن، فأفضلها المساجد، وأفضل المساجد بيت الله الحرام. فهذا بيت يا أحبابي أفضل مكان على وجه هذه الأرض أحبابي، أسأل الله أن لا يحرمنا منه، إنه بيت ملك الملوك. أيها الأحبة في الله، قيل إن الذي بناه بنته الملائكة وطافت به، وقيل آدم عليه السلام، ثم جدد بعد طوفان نوح عليه السلام، قام ببنيانه إبراهيم عليه السلام، ونص القرآن على ذلك. فقال ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الأحبة، أي شعور يوصف وأنت الآن تستشعر في المكان الذي اختاره الله لنفسه وطافه إلى نفسه وأضافه إلى نفسه جل وعلا. أحبابي، هذا البيت له ميزة لم تكن لغيره أحبابي، أن من أراد فيه بسوء أو فعل فيه بمجرد النية بإلحاد أي بظلم يعاقب بين يدي الله رب العالمين. فنسأل الله ألا يحرمنا منه ولا من الطواف به، أسأل الله تبارك وتعالى أحبابي إخواني ألا يحرمنا من شرف زيارته في الحج والكعبة. أختم كلامي بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم فلم يراه الشيخان، من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من حج لله أي قصد هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ورواية الإمام مسلم من أتى البيت، وها نحن في البيت، أسأل الله ألا يعلمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم لا تحرمنا فضلك يا ربي في كل عام، أن تجعلنا من حجاج بيتك في الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجمعنا كما جمعتنا في بيتك، أن تجمعنا في جنتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه بيت الله الحرام، إنها مكة، إنها بكة، إنه البلد الذي أقسم الله به، جمعني الله وإياكم في رحاب هذا البيت الكريم وعند الحوض مع رسول الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله من بيت الله الحرام.